يا زهرة
مرحبا بك. مرحبا بك. اولا كنبغي نقول لك سنه سعيده، ندخل عليك بالصحه والسلامه ان شاء الله، وباش ما تمنيتي احنا وياك وجميع المغاربه وجميع العالم ان شاء الله تلقى هذه السنه بخير وعلى خير ان شاء الله. حاجي بلا سولتك على 2020 كيفاش داس عندك، ولا نقول لك شنو هي احسن حاجه عشتيها في 2020؟ وهو شوف، هي اولا قبل ما نهضروا كاع اللي جات من عند الله مرحبا بها تماما، والثانيه اللي عقد الامر هو اللي غادي يحلو، وهي 2020 نطلبوا من الله له عمره ما يعاودها علينا ان شاء الله عمره ما ولكن كي نقولوا الحمد لله الخبر راه عندك ديال 2020 بلا ما ندخل معك في التفاصيل. دابا شحال من واحد، انت تبارك الله كتحيي بزاف ديال الاعراس، وفي 2020 الناس ما قدراتش دير الاعراس لانه ممنوع التجمعات، بزاف ديال الناس كيتمناوا ان شاء الله يعرسوا في 2021. شاد شعربونا سي حاجي ديال لا لا تقبيه، قلت لك واحد القضيه كاع العرب اللي كانوا عندي ديال 2020 الله راقب علي، لا عيطت انا على مواليهم عطيتهم ليهم صح، ونتمناو على الله ربي يعوض خير في السنه الماجيه ان شاء الله. ان شاء الله بغيناها بالصحيحه والسلامه هي اول حاجه ان شاء الله. ان شاء الله حاجي تبارك الله عليك، دائما كتمتعنا بالاغاني الشعبيه تبارك الله، وانت من الناس اللي عطاو كثير الفن العيطه، وانا كتعجبني واحد الاغنيه بزاف ما كرهتكش دابا تغنيها ليا، صيفط لك بريه. ها على راس العين هذه ديال الحباب، بغينا نعطيكم واحد الفكره على هذه الاغنيه ديال كتبت لك بريه، هي راه ديال واحد السيده مسكينه ما خداتش حقها، ماتت صغيره تيقول لها امي ليكا ديال الغرب. أيه. هي صاحبه هذه الاغنيه، غادي نهديوها للحباب ماشي مشكل. بارك الله عليك. لما اليوم حاجي بيصيفط بريه في 2021، لما تبغي تصيفط هذه البريه؟ كنصيفطوها لجميع الاحباب والخوت والاصدقاء والمغاربه والمغاربه والعرب فين ما كانوا، وكنصيفط لهم هذه البريه فيها السلم والسلام والامن والصحيحه والسلامه ان شاء الله. امين يا رب.